السلام عليكم. رح نعمل لبن مدحرجه. هاي طريقه كتير حلوه لحفظ اللبنه لو عنا لبنه قربت تنشف، او عنا جبنه فيتا كميه كبيره، او حتى لو عنا كميه لبن زبادي منصفيها ومنخليه لحتى يجمد كتير، ومنحط له ملح ومنقدر نشكله نعمل فيه اللبن المدحرجة اللي هلا بدنا نسويها. طبعا المكونات هي اللبن اللي عنا او جبنة الفيتا اللي عنا، وزيت زيتون وحبة البركة. اول خطوة منحط اللبن مع حبة البركة ومنخلطهم بهذا الشكل، وبعدين منصير منعملهم هيك دوائر بهذا الشكل ومنحطهم بترميز الزيت. ممكن نستخدم زيت نباتي او اي زيت تاني، بس يفضل زيت الزيتون بيطلع اطيب. وهاي وجبة كتير طيبة على الفطور، صحة وهنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.